مرحبا بكم مشاهدنا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر هنا من غابة مسكرود التي تشهد في هذه اللحظات استنفار امني كبير على اعلى مستوى بعدما اندلع حريق مهول بهذه الغابة المحادية لضواحي مدينة أكادير. حريق استنفر كل الأجهزة الأمنية وأيضا عناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية التي حلت بعين المكان، وأيضا عناصر القوات المساعدة من أجل الوقوف على هذا الحريق المهول الذي شاب في هذه الغابة كما تشاهدون معنا على المباشر بعدما التهمت ألسنة النيران أجزاء كبيرة من هذه الغابة ضواحي مدينة أكادير. استنفار كبير تشهد المنطقة، حضور مختلف تلاوين عناصر الدرك الملكي وأيضا القوات المساعدة التي حلت على وجه السرعة بعين المكان من أجل إطفاء الحريق ومن أجل المساهمة في هذا الحريق كما كتشوفوا معنا على المباشر. بطبيعة الحال أيضا عناصر الدرك الملكي لا زالت ترابط بعين المكان من أجل الوقوف على حيثية وملابسة هذا الحريق المهول لشباب الغابة المجاورة لجماعة أمسكرود. بطبيعة الحال بعدما اندلعت النيران بشكل مفاجئ لتصعد بطبيعة الحال إلى الأعلى، وسنوافيكم بكل تفاصيل وحيثيات هذا الحريق المهول للحدود اللحظة. لا زالت أسبابه مجهولة كما تتابعون معنا من خلال هذا البث المباشر، فسننقل لكم بالصوت والصورة كل حيثيات هذا الحريق الذي شب بهذه الغابة كما تشاهدون معنا ألسنة النيران التي التهمت الأخضر واليابس وجعلت كل السلطات المحلية تحل بعين المكان. أيضا عناصر الوقاية المدنية مشكورة على مجهوداتها الجبارة من أجل الوقوف على حيثيات هذا الحريق كما تشاهدون معنا. مختلف بطبيعة الحال عناصر الدرك الملكية الأخرى حلت بعين المكان، فأنتم كتشوفوا المخلفات ديال هذا الحريق، فالحريق انتقل إلى الجبل المحاد لهذه المنطقة كما كتشوفوا معنا على المباشر، فسنوافيكم يعني بتفاصيل هذه الحالة التي بطبيعة الحال يعني جعلت كل القوات العمومية وأيضا قوات المساعدة هي الأخرى وعناصر الدرك الملكي تحل بعين المكان كما تشاهدون معنا متابعي قناة شوف تيفي. بطبيعة الحال مخلفات هذا الحريق، فالحريق اندلع بشكل مفاجئ لحدود اللحظة، لم تعرف بعد الأسباب الحقيقية وراء هذا الحريق الذي اندلع واستنفر معه كل السلطات المحلية وأيضا عناصر الدرك الملكي وأيضا عناصر الوقاية المدنية ومختلف السلطات التي تسهر على قدم وساق من أجل إيقاف هذا الحريق الذي لا زال يمتد ولا زال إلى حدود اللحظة كما كتشوفوا معنا على المباشر متابعينا الأوفياء. فتحية خاصة لكل العناصر التي تسهر في هذه الأثناء على إيقاف النيران المشتعلة، خاصة وأن المنطقة تشهد أيضا حرارة مفرطة، ربما الحرارة المفرطة هي التي أدت إلى اندلاع هذا الحريق لحدود اللحظة. لا زال السبب الرئيسي ولا زالت أسباب هذه الكارثة التي حلت بغابة مسكرود مجهولة الأسباب، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات التي بشرتها عناصر الدرك الملكي تحت إشراف النيابة العامة. كما كتشوفوا معنا مختلف تلاوين عناصر الدرك الملكي وأيضا الوقاية المدنية حلت بعين المكان من أجل الوقوف على هذا الحريق ومن أجل أيضا المساهمة في الإطفاء ديالو كما كنشوفوا بطبيعة الحال. يعني مختلف يعني عناصر الوقاية المدنية اللي تكاتف من مجهوداتها وتبذل قصار جهدها من أجل إطفاء ألسنة النيران الملتهبة، فأنتم كتشوفوا يعني ربما الأطراف المحترقة من هذه الغابة، فالحريق انتقل إلى الغابة المجاورة بطبيعة الحال. فسننتقل نحن بدورنا إلى أعلى الجبل من أجل نقول لكم بالصوت والصورة أين وصل هذا الحريق، وأن بطبيعة الحال نمدكم بكل تفاصيل هذا الحريق لحظة بلحظة ودقيقة بدقيقة كما كتشوفوا معنا على المباشر. فكل المجهودات مبذولة من أجل إخماد النيران، خاصة رجال الوقاية المدنية رغم الحرارة المفرطة كما كتشوفوا معنا على المباشر، فيبذلون قصارى جهدهم ويتابرون من أجل إخماد هذا الحريق كما كنشوفوا على المباشر. فتحية كبيرة
لعناصر الدرك الملكي وايضا القوات المساعده وعناصر السلطه المحليه وايضا الوقايه المدنيه الذين حلوا على وجه السرعه من اجل اخماد هذا الحريق، وربما بدا يعني تتم يعني السيطره رويدا رويدا على السنه النيران رغم وعوره التضاريس ورغم وعوره المنطقه كما كتشوفوا معنا على المباشر. فتحيه خاصه لهذا جنود الخفاء الذين ما فتئوا يبذلون يعني مجهودات جباره من اجل اخماد هذه النيران الملتهبه كما كتشوفوا معنا على المباشر متابعينا الاوفياء في كل مكان. انتم كتشوفوا يعني المجهودات الجباره التي تبذل في هذه اللحظات من اجل السيطره على هذا الحريق لحدود اللحظه، فالنيران لا زالت تواصل الانتشار عبر يعني هذا الجبل كما كنشوفوا معنا على المباشر متابعينا الاوفياء. فالحريق شب بغابه امسكرود في هذه اللحظات في ظل يعني الحراره المفرطه اللي كتعرفها المنطقه، فكتشوفوا يعني شنو كيوقع في هذه اللحظه بعين المكان. فقناه الشعب قناه شوف تيفي دائما حاضره في كل الاحداث، حاضره في كل زمان وفي كل مكان من اجل ان نكون عيونكم التي لا تنام، عيونكم ومراه الواقع ومراه الشعب بطبيعه الحال. فانتم كتشوفوا معنا على المباشر يعني الجزء الذي احترق من هذه الغابه قبل ان تنطلق النيران صوب الجبل اللي يعني كيتواجد خلف هذا الجبل طبيعه الحال. فالحدود اللحظه الاسباب لا زالت غير معروفه في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات التي تباشرها عناصر الدرك الملكي وايضا كل السلطات المحليه التي حلت على وجه السرعه بعين المكان من اجل الوقوف على حيثيه وملابسه هذا الحريق المهول الذي اتى على جزء كبير من هذه الغابه حدود اللحظه. فتفاصيل الواقعه كما استقيناها من عين المكان ننقلها لكم بالصوره والصوت بطبيعه الحال. فحدود اللحظه السبب الرئيسي للحريق غير معروف بالبتة وبالمرة في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات التي تباشرها عناصر الدرك الملكي تحت إشراف النيابة العامة. ولا زالت عناصر الوقاية المدنية تواصل مجهوداتها من أجل السيطرة على ألسنة النيران ومن أجل إخماد هذا الحريق اللي كتشوفوا أمامنا. طبيعة الحال مختلف التلاوين ديال السلطات المحلية وأيضا عناصر الوقاية المدنية حلوا بعين المكان من اجل الوقوف على حيثيات وملابسه هذا الحريق المهول اللي استنفر كل الاجهزه واستنفر كل عناصر الوقايه المدنيه كما كتشوفوا معنا بهذه الغابه ضواحي مدينه اكادير. تحياتي لكم وعلى امل ان نلتقي بكم في بث مباشر اخر ولايف اخر من اجل ان تقفوا معنا على حجم وفظاعه هذا الحريق المهول.